عندها السكر طايحه اختي بنادم جا ما حاله زينه اختي طاحت واش وحده قاعده تتعمر في البراد ديالها تاي تتقول اختك حيدوا لها راسها حيدوا لها رجلها يعني هذا الشيء تمرضهم اختي انايا عندها السكر هي طايحه اشنو هي هي طايحه اختي اشنو هاد المشاكل واش اختي وحده مشات وهذه جات تمشي ها واش حنا مريحين مع بنادم. السلام عليكم ورحمة الله. من أمام محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، اليوم كانت احتجاجات وإغماءات في العائلة ديال أم عائشة الله يرحمها، لأن الجثة لحد الساعة مازال ما بانتش والمجرمة ما بغاتش تعترف، فهما ما صبروش عليها. يمكن أنهم يصبروا على الوفاة ديالها، لكن ما قدروش يصبروا على عدم وجود الجثة اللي تيطالبوا باش أنهم يدفنوها ويزوروا القبر ديالها، وخا يكون غير تراب ولا عظام كما كانت هاد الجثة هادي كيطالبوا بها. فنخليكم مع الفيديو اللي كيبين أهم لقطات ديال المعاناة ديالهم والآلام اللي كيعانيو منها. أنا ما تنطلب حتى شي حاجة، تنطلب أختي كانت كنشوف حتى الحالة ديالك راه كي كانت حموم. أنا وليت مريضة، أنا وليت معصبة، كانت حموم بغيتها نجمعها وندير لها قبرها، كانت عظام بغيتها، انا كيما بغيتها كيما تكون انا بغيتها. انا الا ما بان لقيت حق اختي انا راه دايره المنطقه وجالسه هنا، انا راه كلشي نسمح فيه، حتى حق اختي ما نسمحش حق اختي. ما عندها ولاد، لقيتها عاقله مسكينه ما عندها ولاد، مطلقه من جات المزيره طلقت اختي ما تتوش، ما عمرها شافت الراجل ما تدوش مع هذا الرجاله 43 عام 43 عام اختي مطلقه ما عمر شي دارت اختي فينا. مرات رويسه سير سولوا على اختي، على اختي تعاقر، على اختي زرا لهذ الحاله عصومه عيب. بغينا الجوده، ما تنطلب حتى حاجه، تنطلب اختي. انا زغفت جار وانا تنغوت على اختي، ما بان لياش حق اختي، وعشق ولدها كار وهي ما قرتها. عباد الله اجات المنكر وعاونوني وشوفوا من حالي، وبغيت اختي وما بقاش عندي الجهد. عباد الله عاش الملك، عاونونا الله يرحم بها الوالدين. نشوفوا عخالتي نشوفوا عشت الله يرحم بها الوالدين، حنا ما بغينا والو الله يرحم بها الوالدين، بغينا نشوفوا عشت ديال خالتي وندفنوا الله يرحم ترحموا عليها، ما بغينا حتى شي حاجه، ما بغينا حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين. حنا تكوينا وتشوينا، حنا ما مطالبينها الله، الله يرحم بكم على الوالدين، عاونونا وقفوا معانا. عاش الملك، عاش الملك، وقفوا معانا، وقفوا وقفوا الحبوس وقف معانا، الله يرحم بها الوالدين. عاونونا ما بغينا والو، حنا عيينا وحنا طالبين الله يرحم بها الوالدين. هي الاعدام، هي الاعدام يا ولده، هي الاعدام. الإعدام، 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 تسلم بغينا، بغينا الجثة ديال خالتي، بغينا هي هي ولدك تحكم بالإعدام، الإعدام، الإعدام، اللي تحكم عليها في المخزن، الله يرحم بها الوالدين. قال لكم ما قدروش يضربوها تموت لهم في يديهم، خرجوا لي أنا نقتلها. من خالتي قتلتها؟ تيجي تموت، تيجي تموت. انا نقتل، انا نقتل ونعترف بالله قتلتها، قتلت اختي قتلتها. بغى يحكموا عليا انا تنقتل ونقتلوني. ان شاء الله احنا في دوله الحق والقانون. الحق يبان اختي، وعطاها تنطلبوها. عباد الله تيجي عندنا حيدوا لها راسها، حيدوا لها رجلها، واختي عندها السكر. عباد الله واختي عندها السكر. عباد الله احنا ما بقيناش في وحده، بقينا في عائله كامله مشات لينا، حتى اختي غاديه تمشي لينا، احنا كلشي غادي، حتى هي بولادها ببناتها. اش هاد الحكره؟ انت ما عندكش الاولاد المجرمه، احنا راه عائله قداش، احنا راه عائله قداش المجرمه، هادو راه بولادها وبناتها المجرمه. قتلتينا والله، قتلتينا، قتلتينا. اش بغيتي عندنا من خرجتي لينا؟ قتلتينا، دعيناك الله ياخذ فيك الحق، قتلتينا، دعيناك الله ياخذ فيك الحق، دعيناك الله ياخذ فيك الحق. الله يرحم بكم الوالدين، بغينا على الجثه ديال خالتي. الله يجازيك اختي بخير. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا مرضنا خويا، احنا مرضنا المسلمين، احنا مرضنا. انا دروك راه طحت قدام المحكمه، خرج لي عندي الشاف قال لك لا ما بغاش تعترف، اش غنديروا ليها؟ من اللي خرجوا لنا احنا حتى حنا نشوف واش ندير، واش لا كانت طلقتي بحال هكا وتا واحد ما يهضر؟ راه كاع بنادم غادي يقتل وتا واحد ما غادي. احنا طالبينكم، احنا مراقبينكم،
احنا طالبينكم لله في سبيل الله، احنا بغينا عالتراب، احنا بغينا غير توري لينا وانتم منكم ليها، ديروا لها ما تبغيو، احنا توري لنا الجثه فين كاينه وتوري لنا فين دفنوها ونشوفوها كي عظام، ولا احنا ما تلاناش حضر الهضره، ما تلاش ما تخرج لينا، احنا الهضره ما تلاش ما تخرج، احنا هانهناو، احنا سامحنا في كل شيء، احنا سامحنا في الدنيا وماليها، بغينا غير التراب. وحدانا جاتيها مش حدايا تتعاود قالت لها قطعوا لها راسها، الاخرى نقزت قالت لها داروا لها سكوتش، الاخرى نقزت قالت لها داروا على 300، واش هذا كاع منكر؟ واش هذه اختي كاع دايره بحال كيفا؟ راه عندها بلاد، واش اختي راه 42 عام وهي مطلقه ودايجه مع الحيط الحيط؟ واش هذه اختنا اش دارت؟ اش دار في ملك الله؟ واش يمشوا يقولوا عليها الجيران؟ راه شيروا يقولوا عليها الزناقي؟ شيروا يقولوا عليها العائله ديالها؟ ختنا راه كانت ما تتبدلش حتى حوايجها، تتقول لك اختي انا تنخاف، اختي كانت تتخاف، اختي كانت نقيه، اختي كانت بنت صلاه والدين، حنا بنات واحد 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 السيد اللي عيشنا بالهيدوره والتشبيح، وهنا كنقابل على الجوامع، وهنا ما كنقابل حتى شي حاجه، كنقابل على الجوامع. حنا داك الشيء اللي عارفين عارفين لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، هذه اختنا راه دايجه مع الحيط الحيط. وزرى لي هذا المنكر حدا دارها، راه حدا في دارها في بابها، ما شافوا سكرانه، ما شافوا تدور، ما شافوا مع رجاله، ما شافوا عزا طوموبيلات. وحده بابا عباد الله بغات تفك الباب ديالها، شاد الخان تقتلها. المجرم ما عادش موتى حتى الاصل، ما عادش عاملين جايبه من عين خيريه ولا معطملين، والعاصق ديال مو والعاصق ديال مو عباد الله. شو كتقول لكم ولد؟ ولدها تتقول لي ولدي راه صغير علاش قر؟ انا على هي ما قرت، راه قلت لها ولد قر، قالت لي من راه صغير علاش قر؟ العاصق ديالك الحماره والعاصق ديالك المجرمه، وفين هاد الظلم والمجرمه؟ وما عمرني خليت فين مشيت، ما خليت اي عالم مشيت لي، ما عمرني شفت هاد الجرائم اللي هاد المجرمه اللي زرات اختي وهادشي اللي زرات اختي. ما بغاش تقر تخرج حتى حنا نشدوا حق اختي بيدنا، صافي حنا المخزن ما نقولوا لي حنا حتى حاجه، يخرجوا علينا يا جراو معاها، ما خلاو كي داروا معاها، ما بغات تخرجها لينا حنايا، حنا خواتاتها، حنا اللي غنديروا في هذاك الشيء اللي دارت لختنا، حنا ما يوقف معنا حتى واحد، ها حنا الخواتات صافي، حنا الخواتات صافي، حنا نقتلوا وندخلوا نعترفوا، حنا اللي غنعترفوا، حنا ماشي قتالين. بويا الصلاه والدين، بويا قيمته قداش؟ وسيروا سولوا عليه، حنا ماشي تاع هاد الجرائم، حنا ما عمرنا المحكمة ما دخلنا ليها، ما عمرنا دحشنا، ما عمرنا زلنا شي بلا، حنا كنا ناس دراوش، بنات صالة والدين، بنات صالة والدين، ما دار لنا حتى هاد الحوايج، هاد ما عمرنا نديرهم حنايا. اختي ما دارت حتى حاجة خايبة، ما دارتها، اختي بغات تفك باب الدخول، قتلوها، شافتهم قالوا نتحيو عليها، هذا هو السبب. حنا راه عيينا تنطلبوا من كل شيء اللي يوقف معنا لداخل المغرب وخارج المغرب، عاشوا بهذا اللغز. واش الولد قار وكا ما بغاش تقرا، والكارو قار تتقابح معاه الوجه في الوجه، قالت لي لا انا راه ما نحيش من المحاكم، وانا ندير مانطه هنايا كاميرا حصر ونشوف القاعده هنا تيبان حق اختي. قالت لي مقدر رقوني درقوني لقتلوني، ومن عرفتينا نقتلوك علاش قتلتيها؟ ومن قتلتيها خليها، خلي اختي ونشوفوها علاش درتي لها هذه الحاله. من قتلتيها قتلتيها وديتيها وهزيتيها، وفي الاخر ما بغيتيش تقري لينا بها بالكل، وعلاش؟ عاش من دم شهر وسيمانه وحنا نغوتوا عزا بلا عزا وناس بلا ناس. الله يرحم بيكم الوالدين، عاونونا وقفوا معاه، احنا بغينا خالتي، بغينا عالتراب، وبغينا حتى حنا نديروا عالتراب. الله يرحم بيه الوالدين، احنا بغينا على العظام، حنا بغينا على العظام. واش الناس على العظام؟ الناس في اوروبا ما تخلي ما يزرعوا ولا تلفتهم تيعطيهم لهم، تيجيو في الصنادق. كانت كورونا ودفنوا الناس، داروا لنا قبر ديك المقبره ديال المسلمين داروها لنا، حنا ماتوا الناس في اوروبا بكورونا وداروا لنا المقبره ديال المسلمين ودفنا فيها الناس، ودفنا فيها الناس. علاش اختي باش ما تدفنش عباد الله؟ وعباد الله حلوا معايا، وعباد الله حلوا معايا، واش اختي ما ندفنوهاش؟ واش ما نزوروهاش؟ واش هكا ما عندهاش الاولاد عباد الله؟ عندها خواتاتها، انا فيها امي، فيها اختي، فيها ابويا، فيها كل شيء، كل شيء في اختي، فيها امي، فيها ابويا، فيها خويا. شوفوا معايا هذا الحلم.